الذهبي أردوغان ألم تنتوي من دماغ أطفال السوريين؟ ألم تشبع غرائزك الهمجية من قتل شعبنا؟ إن مخططاتك الاستعمارية واضحة العلم، وأطماعك سوف تسقط وتتحطم عند أسوار إرادة شعبنا العظيمة. في الآونة الأخيرة بعد أن شهدت منطقة شمال وشرق سوريا تطورات عدة بعد نجاح مشروع أخوة الشعوب، كان ذلك له وقعه السلبي خاصة على الدولة العثمانية، فكان منها أنها أعلنت الحرب على مناطق شمال وشرق سوريا من أجل إفشال هذا المشروع، لأنه يتعارض مع أساليب الدولة التركية ومخططاتها ومخططات العصابات الأردوغانية، فأدخل إلى مناطق شمال وشرق سوريا مرتزقته من الدواعش المتطرفين تحت عباءة الجيش الوطني، وهم من يسلبون ويغتصبون حقوق الناس وأملاكهم. فكانت عملية نبع الظلام الذي أطلقها أردوغان وأعوانه هي لتغيير ديموغرافية المنطقة. بوحدة أراضينا، لن نقبل بهزيمة ولا نقبل بإعادة